الرقابية التابعة لرئاسة الحكومة. هذه يعني وسيلة سهلة ياسر باش السيد رئيس الحكومة يتبعها ثم يأذن للنيابة العمومية مباشرة يحيل الملفات للنيابة العمومية. التقارير موجودة. كذلك نداء إلى السيد رئيس الحكومة وإلى الوزراء اللي اليوم آذنوا بفتح تحقيق وبالقيام بمهام تدقيق بكامل مؤسسات الدولة بمختلف مؤسسات الدولة. اليوم راهو ننتظر التقارير، خرجونا التقارير متاع مهام التدقيق اللي تبعثت في مختلف مؤسسات الدولة. اليوم ما زلنا ننتظر التقارير، ولما لا إحالتها إن لزم الأمر على النيابة العمومية، وهذا دورهم راهو. حاجة أخرى، اليوم السيد رئيس الجمهورية أكيد عنده تقييم شامل للوزراء اللي موجودين اليوم في الحكومة متاع السيد أبو دن. إذا كان فما وزراء فاشلين، هذا هو لابد من تغيير الوزراء اللي اليوم أثتوا يعني فشلهم وأثتوا عدم نجاعتهم. وأكيد هناك بعض الوزراء اللي باش يكونوا موجودين وباش يقعدوا في حكومة السيد أحمد حشاني نظرا لك